نبدا مع هوبا، تسال انت السؤال الاول. هو طيب. اكتر مني في الموضوع. لا لا خالص خالص، انت يعني راجل موسوعي. بقول لك ايه والنبي ما تكسفش. طب ماشي والنبي هحاول والله. قال اصحابي كلهم فرجوا النهارده. والنبي ما تكسفش. هقول لكم حاجه لطيفه قوي بمناسبه القمتين اللي كانوا موجودين النهارده وامبارح، قمه طبعا تشيلسي ميلان وقمه انتر برشلونه. خلينا نسال على اللعيبه اللي لعبوا للفرقتين بالنسبه ميلان وتشيلسي. خلينا نبتدي ميلان وتشيلسي، عايزين لعيبه لعبت ميلان وتشيلسي. شفت شينكو ميلان وتشيلسي بقايوكو صح؟ ايه يا جدعان، انا قلت شفت شينكو عشان الحقها بسرعه عشان مش عارف غيرها. ده في لعيبه كتير جدا. جيرو يلا بينا. الله عليك ثلاثة. يلا عليك. واحد 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 يلا سريعا. كريم بقى. لا ما هو يعني انت قلت عندك. انا اللي قلت اللي يلحق يقول على طول. طب قول انت. في لعيبه كتير جدا. توموري توموري صح. يلا بينا. حلوه دي. 2-1 حلوه قوي دي، جامده جدا. 2-1 واحد. بدور على القديم. اللي هيجيب اربعه الاول، اللي هيجيب خمسه الاول. هم كتير قوي. هم كتير قوي. التشكيله النهارده كمان كان في لعيبه لعبوا لبعض كتير. تياجو سيلفا 2-1 جامد يا كريم. سلام. التشكيله اللي جاب الجون مين؟ الجون الثاني. ايه ده؟ اللي مش كل الناس واخده بالها منه ان اوبا كان في ميلان فتره. صح. كريسبو؟ ايه؟ كريسبو لعب تشيلسي الاثنين. كريسبو لعب تشيلسي. لعب تشيلسي 2004. صح. 3-2-1 ها؟ في التشكيله النهارده في حد كمان. ديساي؟ ديساي صح. حلوه دي، حلوه دي قديمه دي. انا بحاول اجيب القديم. انا كريسبو بديل جديد واعمل. ماشي 3-2-2 ها. فاضل اثنين. مين تاني؟ ثلاثة صح. ميلان. يا جماعه في قايمه طويله. كان في حد انا مش نايم بس انا. هي فكره فيله ها. برازيلي. برازيلي هنجيب اهو. ده سهل قوي يا جماعه. البرازيلي ده ازاي مش عارفينه؟ قلنا تياجو سيلفا. بيلعب ايه؟ طب في ايه؟ برازيل. ما انا قلت تياجو سيلفا. تياجو سيلفا قلت في الاول. قلت ماشي خلاص. هو ده البرازيلي اللي كان قصدك عليه. ماشي بس في اسامي طويله جدا يعني. ماشي. طب قول انت، خش معانا. لا ما انا اللي محضر السؤال بقى فبلاش. انا اقول لكم الاجابه النهائيه. طب ما تغششنا بقى. خش اقول لكم. طيب تياجو سيلفا، جيرو، توريس، فرناندو توريس لعب شويه في ميلان. فرناندو توريس، بانوتشي باك اليمين التاريخي باتو. يعني باتو. هيجواين. اليكس المدافع البرازيلي. انا كنت ده اللي هقوله والله. اليكس. اليكس مظبوط. طب حلو. انتوا عملتوا لحد النهارده مين النهارده؟ لا انا كان عاوز تياجو سيلفا. ناخد سؤال من جوري. طب يلا. لا مش محضر حاجه. طب خليني اسف. طيب هضرب سؤال حاجه جديده لسه حاصله، يعني ممكن تكون الشباب العظيمه دي عارفاها. ارنولد اللي كان حاصل عليه والانتقادات وجاب جون فري كيك. ماشي. طيب في لسته في تاريخ ليفربول بالناس اللي جابت اكتر فري كيكس، تمام؟ في تاريخ ليفربول تفتكروا ارنولد جاب كام فري كيك، جاب كام ضربه حره من ساعه ما لعب في ليفربول؟ هو بقى دلوقتي مركزه، بلاش طب اقول دي عشان نسهل، هو بقى مركزه الخامس. الخامس في قائمه ليفربول. الخامس في قائمه الدوري الانجليزي. في ليفربول. هقول لك الاربعه اللي فوق. يلا انا ممكن اقول لك الاربعه اللي فوق. يلا قولوا. ستيفن جيرارد طبعا. فاولر، جيرارد. احنا عايزين نعرف هو جاب كام جون. ما غيرش السؤال. انا اظن هو ارض. طب ينفع رينج؟ ينفع رينج ان هي من 8 ل 12 فري كيك. من 8 ل 12 هو الرقم اظن. 8 6 اقرب واحد. كريم والله. الفري كيك بتاعت امبارح في مرمى رينجرز هي الخمسه. الخمسة. ده في الدوري وفي الشامبيونز. خمسه. خمسه ضربات حره مع ليفربول. حلوه. بس عايزين سؤال نعد فيه حاجات. طيب اديني واحده اهو. ممكن ما عملناش برشلونه انتر. خلينا برشلونه انتر بقى. لا كتير قوي. لعيبه لعبت لبرشلونه وانتر. سهله قوي. ده ابراموفيتش. سهله قوي. اتو. صح. لا واحده واحده. ماشي سيبنا نلعب. ماشي اتنين كده. اتنين. اسكت خلاص اسكت. معلش انا قلت ارص. خد الباكه وجري. سهله دي قوي. برشلونه. طب انت الدور اتحسب وخلاص. برشلونه وانتر. اتنين خلاص. انا هستنى شويه عشان ندي فرصه. شفت قد ايه صعبه. صعبه. تلاقي الحاجه كانت سهله قوي قدامك. لا انا بفتكر بس يعني ازاي سامو لقيته هنسيبه يعني. ما دي سهله. ما هو اختار يعني سهلين. في اخر اربع خمس سنين كتير قوي. تياجو موتا. صح. تياجو موتا دي حلوه برده قوي. انا بحب اجيب القديم. سيبك انا مش في اخر اربع سنين. مش هينفع يقول استني هو يقول. طيب في انتقالات كتير جدا. ما انت بتيجي بقى وتحس انها ما هو المشكله ان في لعيبه بتقعد وقت قليل في فرقه فبتتنسي. بيدرو لعب انتر. بيدرو لا ما لعبش انتر. راح على روما ولاتسيو. روما ولاتسيو بالظبط. صح. روما كنت عايز افتكر اللعيبه القليله قوي اللي لعبوا روما ولاتسيو. طيب زي كولاروف. مين تاني في برشلونه ده؟ بيقول لك ده بسرعه قوي. راحت قوي يا جماعه. بس مستنى. لا انا لازم اوصلك. كنت فاكرك كده في مزيكا بتتلعب قوي. ده انت راجل انتريستا. انا مستني عشان الشباب والله.
مين؟ لا قول عادي. طب ماكسويل مثلا. ماكسويل انتقل مع ابراموفيتش. دول حبايب، ثلاث انديه راحوا باريس كمان مع بعض. زلاتان طبعا. مين تاني؟ هم لعبوا باريس ولعبوا برشلونه ولعبوا باريس وانتر واياكس. ولعبوا اياكس واياكس. ده كده ايه؟ وباريس ده كده اربع فرق. اربع فرق. انتر دي سهله جدا. برشلونه ما هي سهله عشان انت حاطط السؤال. لا لا والله لا والله لا لا لا. انا جايب الاسئله الاجوبه من دماغي عادي يعني. هو حبيبنا. لا لا خالص. طب مين بقى في طيب فيدال؟ اما جاي ده اجبا اليكس سانشيز. ده اجبا ان انت اسمع. ايوه استنى صحيح، احنا ما فكرناش بايه. رونالدو الظاهره. ده بابا ده، فانا خليته للاخر. استنى كوتينيو برضو من اللعيبه اللي لعبت للفرقتين. دي اسوء حاجه، زي الامتحانات دي، تخش الامتحان تبقى مذاكر كويس قوي، اول ما تخش الامتحان تضيع منك. بتضيع منك الاجابه. طيب عايزين نقول انجليز. انجليز ايوه. لعبوا في الدوري الاسباني. سهلة. ماكمانامان سهله. ماشي. تريبي اخر واحد. ماشي يلا. مش مشكله. هنشوف مين اللي هيعطي. ما هي سهله بس هنشوف مين اللي هيعطي. انا كده اثنين، ماكمانامان وبيكهام. وودجيت حلو. اوين انا قلت تريبي. اوين حلو. انا كده ثلاثه. انجليز لعبوا في الاسباني. ما انت هتجيلي بقى حتتي اهو. انا بروح. ماشي. انت قلت ماكمانامان خلاص. انا قلت ثلاثه كده. على قديمه وظهري. على قديمه. اسمه ايه؟ احنا قلنا تريبي بس انا بجيب الجديد. طب قلت وودجيت صح؟ وودجيت لعبوا في الدوري الاسباني. انجليزي لعبوا مايكل اوين. انت قلت بيكهام خلاص؟ بيكهام. انا قلت بيكهام. بيكهام وودجيت. انا كده ثلاثه. بيكهام بيتكلم على ريال مدريد. كان مع برشلونه. برشلونه ما لعبش في انجليز كتير خالص. ممكن يعني بريطاني ما يمشيش. يعني ماشي انجليزي يعني عاديه عشان خاطرك. طيب السؤال اللي بعده خلاص عطلنا. طب هسألكوا سؤال لطيف قوي. يلا. اللعيبه لعبت مع رونالدو وميسي. يعني زملوا كريستيانو رونالدو. يلا واحد لسه اتأثر وعيط وهو خلاص بيعتذر. هيجوين. يلا دي ماريا. طب دي الأصعب بقى من كده إن جنسيته ما يكونش أرجنتيني أو برتغالي. في اتنين لعيبة في دماغي. طب استنى بس علينا. لعب مع كريستيانو وميسي. دي جنسيات بقى. طب احنا إيه؟ لعبوا مع كريستيانو وميسي. ده احنا لو جبنا واحد اصلا يبقى انجاز. مش ثانيه واحده. راموس. راموس حلوه. برافو. حلوه. وانا جايب واحد صاحبي ومش اسباني. ومش اسباني خلاص اروح. اللي في دماغي مش اسباني. اوكي بس حلوه بتاعت راموس دي. لطيف. سهل. لطيف. ممكن اقول واحد تاني. نافاس. نافاس جامد. سلام يا جماعه. جوهر يا جماعه. برافو. ذاكره حديديه. وبيكي. بيكي لعب معاهم في مانشستر. مانشستر. برافو عليك. حلوه حلوه الاسئله والله. حلوه التنشيط ده. بس انا عايز بقى مش ارجنتينيين او برتغاليين. في ما احنا كل اللي قلناهم دول مش كده. احنا لسه في جنسيات تانيه. طيب لسه معاك تاني. معايا تاني. طيب هقول لكم سريعا يعني. استنى انا لو ماشي. طب قول عشان ما نضيعش. كيانيتش وارتور ميلو الاثنين راحوا في صفقه تبادليه. صح. من اليوفي راحوا لعبوا مع ميسي. ومن برشلونه لعبوا مع كريستيانو. وارثر ميلو لعب مع برشلونه. يعني اليوفي طبعا كان سهل بالنسبه لي. صفقه تبادليه اللي ما حدش. وانا اللي جبتهم مدريد برضو. برافو برافو. مدريد باريس. حلو جدا. سؤال كمان. حدش عايز يسال غير هوبا؟ نفكر في سؤال. بس السؤال في عد عشان نعد كلنا. كتير. يبقى لطيف. سؤال في عد مش عايزين نلعب حاجه محليه. طب اسالكم سؤال. هو بخليه في الاسئله. انا ما الاسئله. في ثلاث فرق وصلوا فاينل تشامبيونز ليج. بما اننا بنتكلم عن تشامبيونز ليج ودي هنقفل بيها الاوروبي. ثلاث فرق وصلوا فاينل تشامبيونز ليج وما كسبوش البطوله في تاريخهم. يعني يوفي. يوفي. لا يوفي كسب البطوله. انت ما كسبتش خالص. مرتين او اكتر. فالنسيا. وصلوا الفاينل. باير ليفركوزن. لا كسب. فالنسيا. في فرقتين فاضلين. باير ليفركوزن كسب. لا بس وصل الفاينل. بس انا بتكلم مرتين او اكتر. لا مرتين او اكتر. وصل الفاينل. وصل الفاينل. وصل الفاينل. مرتين او اكتر وما خدش البطوله في تاريخه. توتنهام. لا توتنهام مره. فالنسيا. فالنسيا مره. فالنسيا لا مرة مرتين. فالنسيا مرتين يعني واحده قصدي. واحد فاضل اثنين. انت عايزها مرتين يكون وصل مرتين. مرتين وما كسبش. مرتين او اكتر وما كسبش البطوله. في حد من انجلترا؟ لا. اوكي كنت اقول وست هام زمان بس لا وست هام ما لعبش. سالتها لك اهو. لا هي في فرقه اللي هي دورتموند. لا بس كسبتها في 86 اللي هي دورتموند يا هوبا.
دورتموند لا دورتموند كسبوا على اليوفنتوس وخسر 2013 روسيا مونش بلادباخ لا طب قول لنا هي روسيا خسرته مره عايز اعرف اجابه السؤال انا عمال اجيب لكم مدريد طبعا اتلتيكو مدريد طبعا و... بص انا بفكر دايما في القديم ريم طبعا وصل فاينل مرتين بس ما خدش البطوله في تاريخه حلو